التي أكد مسؤولين في البيئة أنها ظاهرة طبيعية تظهر مع تعامل القمر مع الشمس، ولكنها لم تؤثر على أو الأشعة الفولاذية في البحر. كما تشاهدون المياه كانت تصل إلى المنطقة الرملية والشاطئ الرملي، كما تشاهدون، لكنها انحسرت تماما لمسافة كبيرة، ثم بدأت في الغروب حاليا لمسافة كبيرة جدا داخل البحر، وتظهر الشعاب الفولاذية. هذه الظاهرة ظهرت أمس الظاهرة مساء أمس واستمرت حتى اليوم، ولكن بدأت المياه كانت أكثر من هذا طولا، ولكن بدأت تنزل الشاطئ، ولكنها ما زالت ضحلة جدا حيث تظهر الصخور والشعاب. وتظهر ظاهرة انحسار المياه مع ظاهرة الغاز والبرد التي تظهر مع تعامل الشمس مع الأشعة على الرغم من أن حالة البحر مستقرة نتيجة لانحسار موجة الرياح التي كانت تبلغ سرعتها منذ عدة أيام تتجاوز 38 كيلو متر في الساعة، إلى أنها بلغت اليوم 24 كيلو متر في الساعة. هذا ساعد على انحسار مياه البحر واضمحلالها. عدة أمتار تظهر قاع البحر، عدة أمتار داخل البحر. وصلنا لكم أعزائي المشاهدين من قناة مصراوي الإغراق انحسار مياه البحر في شواطئ مدينة قرية الكوبيب مدينة دور سيناء. وهذه الظاهرة كما أكد مسؤولين في البيئة أنها ظاهرة طبيعية تظهر نتيجة لتعامد القمر مع الشمس.